ما تيجي نروح النادي طيب نشوف ايه اللي بيحصل في النادي وكيف بدأ الفريق الاول اولى تدريباته بعد العودة من الاجازة. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من ارض مختار التتش نعرف ايه الاخبار. ازيك يا توفيق؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك والزميل العزيز نهوان دسري وضيفكم الكريم نجم مصر والنادي الاهلي كابتن خالد جد الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الامه العربيه والاسلاميه. يمكن اجواء رائعه كابتن اسلام هنا من داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، وليله رمضانيه رائعه كعاده ليالي النادي الاهلي دائما، ودايما بنستمتع بيكم والاهلي في رمضان. ايه الاخبار؟ ايه اللي بيحصل؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ التمرين، اللاعبين، الاصابات، الامور عامله ازاي عندك؟ يعني في البدايه كابتن اسلام ابرز ملامح التمرين يعني بطمن حضرتك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، حسين الشحات النهارده شارك في جزء من التمرين الحمد لله رب العالمين. ده طبعا تمهيده للدخول بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الاول. يمكن التدريب النهارده دي التدريبه الثانيه كابتن اسلام، الفريق استأنف تدريباته بالامس والنهارده ثاني يوم على التوالي في التدريبات استعدادا طبعا لمباراه الذهاب امام سيمبا التنزاني المقرر لها ان شاء الله الثامنه مساء بتوقيت القاهره يوم الجمعه المقبل يوم 29 مارس باذن الله رب العالمين. يمكن الفريق طبعا ابتدى التدريبات بالامس والنهارده ثاني تدريبه ابتدت بمحاضره للمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في الملعب، كلموا طبعا عن اهميه المباراه واهميه هذه المرحله وكيفيه الاستعداد لهذه المباراه خاصه في ظل يعني نقص عدد كبير جدا يا كابتن اسلام. بعد كده يمكن على طول تدريبات بدنيه خاضها جميع اللاعبين النهارده زي ما قلت لحضرتك. ابرز ملامح المران هو مشاركه حسين الشحات في جزء من المران الجماعي، طبعا بيرسي اليو ديانج بيمارس يعني بيكمل برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل منفرد، كذلك وسام ابو علي مهاجم الفريق. بقيه اللاعبين يمكن ادوا امرانهم بشكل اكثر من رائع بشكل كامل، تدريبات بدنيه بعد كده تدريبات بالكره، وحالا دلوقتي وانا مع حضرتك التقسيمه واخر فقرات المران، وبعدها على طول هيختتم التمرين على ان يستمر ان شاء الله غدا وبعد غد قبل ان شاء الله انضمام اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر. كان ابرز ملامح التدريب النهارده كابتن اسلام عدد من الناشئين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كان موجود النهارده في تدريبات الفريق الاول. يمكن طبعا العدد مش كبير خاصه ان مباراه سيمبا قربت، وكمان فريق 2003 يمكن حالا مع حضرتك دلوقتي على الهواء عندهم مباراه في دوري الجمهوريه والدور النهائي امام سيراميكا كليوباترا، فيمكن موجود مجموعه بسيطه من مواليد 2005 و2006 مع الفريق، لكن ان شاء الله كل الامور ماشيه بشكل اكثر من رائع. مستر مارسيل كولر واللاعبين يعني بيستعدوا بشكل اكثر من رائع باذن الله مع انضمام الدوليين يكتمل عقد الفريق، وباذن الله يكون الفريق باذن الله جاهز لاداء مباراه كبيره امام سيمبا، وان شاء الله العوده بنتيجه ايجابيه وخطوه باذن الله نحو الدور التالي والوصول للدور النهائي باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، خليني برضو احنا بنطمن دايما او بنحب دايما نطمن الساده المتابعين عن الشق الفني والجاهزيه الفنيه وكمان الشق النفسي، لان مهم جدا ان انت حتى بعد العوده وطبعا عوده الدوليين والمؤجلات وغيره وعوده التدريب بعد فتره راحه وكل هذه الامور يكون في جاهزيه كمان على الناحيه النفسيه شويه والجاهزيه النفسيه، فكلمنا اكتر عن الشق ده لان برضو انت راجع وعندك اصابات للعيبه طبعا منهم كمان امام عاشور، فالامور برضو ربما شويه الجماهير بتبقى قلقانه، فعايزين نطمن ونطمنهم برضو. بالطبع انا هندم يمكن الفتره فتره صعبه كبيره جدا يعني خاصه اللي مصعبها الضغط زي ما تقولي كمان طوال الاصابات، ولكن يعني بارقه امل النهارده الحمد لله مشاركه حسين الشحات في جزء من المران. يمكن مستر مارسيل كولر امبارح مع استئناف التدريبات لاول مره بعد اسبوع اجازه اتكلم بشكل مطول مع اللاعبين في وجود طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكره، اتكلم على هذه المرحله وان المجموعه الموجوده مع الفريق مركزه بشكل تام، كمان بيتم التواصل بشكل مستمر مع اللاعبين الموجودين في معسكر الفريق الاول. يمكن اتفرجنا تقريبا معظمهم لعبوا الماتش الاولاني او المباراه الاولى امام نيوزيلندا باذن الله، كمان يعني اعتقد ان برضو عدد كبير منهم هيشارك في المباراه الثانيه امام كرواتيا، فالجهاز الفني متواصل معاهم على طول وسواء خالد كابتن خالد بيبو او مستر مارسيل كولر. اللاعبين الموجودين كمان يمكن مجموعه كبيره من اللاعبين الكبار اصحاب الخبرات اللاعبين الدوليين علي معلول موجوده، عمرو السوليه، بيرسيتاو، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين موجودين في المجموعه الموجوده. اعتقد لاعبي النادي الاهلي قادرين باذن الله ان هم يعدوا المرحله الصعبه دي، وزي ما احنا بنقول صعوبتها في الظروف ان اصابات 48 ساعه بس هينضم اللاعبين الدوليين قبل مباراه سيمبا، ولكن اعتقد ان شاء الله يكون لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني قادرين على التعامل مع مثل هذه الصعوبات والظروف. وكمان اعتقد المباراه كمان ظروفها يعني الناس كلها بتتكلم على ان المباراه هتبقى عقب الافطار، ولكن الموضوع ضيق جدا يعني كابتن اسلام نهاوند المباراه هناك هتبقى الساعه 9 بتوقيت تنزانيا، المغرب هناك بيقدم يوم المباراه بالظبط هيقدم 7 الا ربع، يعني بنتكلم في ساعتين وربع قبل المباراه، فاعتقد حتى يعني هيبقى مجهود كبير جدا على اللاعبين واخصائي التغذيه الموجود مع الفريق الاول النادي الاهلي انه ازاي يبقى هيبقى ازاي يعني الاكل هيخش اللاعبين في ظل الفتره القليله دي ما بين الافطار وما بين المباراه، ولكن ان شاء الله باذن الله نعدي كل هذه الظروف الصعبه وباذن الله يوم السبت نحتفل في طيب. الاهلي الليله او الاهلي في رمضان بنتيجه ايجابيه ان شاء الله تقربنا من الدور التالي باذن الله رب العالمين. اخيرا يا توفيق، بشكل واضح وسام ابو علي، ياسر ابراهيم،
هل سيكون لهم دور مع النادي الأهلي ولا ننتظر لبكرة أو لبعده عشان نطمن أكتر أو نعرف أكتر؟ لا هننتظر يا كابتن اسلام لان الموضوع صعب يعني بالنسبه لاسامه ابو علي او ياسر ابراهيم. لا الامور صعب يمكن يعني ابرز اللاعبين او اقرب اللاعبين للعوده والمشاركه في المباراه وحسين الشحات باستثناء حسين بقيه المصابين بعاد جدا يمكن محتاجين فتره اطول. اعتقد مباراه الذهاب هتكون خاليه سواء من ياسر ابراهيم او اسامه ابو علي هيبقى صعب جدا لحقهم بهذه المباراه ولكن نتمنى ان شاء الله اللعيبه الموجوده تكون موفقه تكون في الفورم. زي ما حضرتك عارف الاصابات بتتوالى الضغط موجود الحيز الزمني كمان ما بين مباراه المنتخب ومباراه سيمي قصير جدا ولكن ان شاء الله يكون توفيق ربنا معانا ويكون اللاعبين على قدر المسؤوليه وباذن الله يعدوا المرحله الصعبه دي وان شاء الله نفكر في اللي بعد كده في المرات القادمه وباذن الله يعني سواء ياسر ابراهيم او اسامه وعلي او بقيه المصابين يكونوا موجودين ان شاء الله وربنا يوفقهم ويلحقوا بقيه المشوار البطوله باذن الله رب العالمين. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. اذا بشكل واضح من الصعب ولكن هو ليس مستحيل عشان برضه ما حدش يقول لسه مفيش معلومه مؤكده ما حدش يقول لا لكن من الصعب ان يكون اسامه ابو علي او ياسر إبراهيم متواجدين في مباراة الذهاب في مباراة سيمبا. إمتى هنتأكد من هذا الأمر؟ عندما يطير الفريق إلى ملاقات اليانج أفريكانز إن شاء الله في المباراة أنا آسف سيمبا في المباراة القادمة وبالتالي خلينا ننتظر إيه اللي ممكن يحصل بكرة وبعد